سوف نتعرف على طريقة وكيفية تفعيل تحديث تلقائي على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الاتصالات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على شبكة الهواتف المحمولة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا مش على الشبكة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، وهكذا نكون قد قمنا بتفعيل تحديد تلقائي. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا ضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.